خالتي ما شاء الله عليها شكلها مشهودة. ما شاء الله. قاعدة تعدلين لنا ركن التراث ولا شيء عندك؟ رتب ظهر البخور والبروش اليوم عن البخور. بس كنتي تحت الهواء كنتي تشلين بعد كنتي تقصدين. تبى تعرفي شو أقول؟ هي أبا أعرف. أقول يا ويل لي من ضاع فكرة في حب معزول الشفاتي. الله. الأول يناديني بزقرة. وأقول عونه يا غناتي. واليوم عني وسط كبرة. متوسد اليمنى وفاتي. يا دود علتي بخسرة. ويا لسه بعرض فاتي. الله. حطوا قبيري عندي قبرة. لا باس يسقرني غناتي. الله. قصيدة جميلة طبعا هذه للشعر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم رثاء في زوجته. خالتي هالقصيدة وين كنت تقولونها دائما بينكم بين نفسكم يعني ولا مع البنات تجمعات؟ يعني كان الأول حري الأهل يعني مع أيام العيادة أيام المريحانة يعني هم يقولوا الشعر يعني حي الله غنية قالوها لا يعرفوا منو اللي قال لي هالشعر او غيره وبعدين حد منهم يعني راحوا يعرفوا يعني صح. الاهالي في اهلنا احنا نصهم يعني شعر يعني صح. بس كلمات حلوه فعلا رثاء ووفاء للزوجه فعلا للزوجه اكيد يسعد تفضلي لا والله مصبقك انت يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعون اليوم في برنامج فوالا عبر تلفزيون الفجيره اكيد بنبقى وياكم ساعه ونص على الهواء مباشره في مواضيع متعدده وايضا ضيوف ان شاء الله بيكونون اكيد بنكون وياهم اكيد طبعا نفاجئكم ويسعد مساك سعيد يا ربي مشاهدين يسعد لي مساكم في سابع يوم شهر رمضان المبارك مثل ما وعدناكم او مثل ما معانا هالمواضيع المتميزه وضيوفنا كذلك المتميزين اللي يونا من انحاء الامارات او دوله الامارات حبيبة هني يقربون عندنا في الفجيرة في دار الشرقي وخلونا نمسي على زميلتنا منو بعد يسعد مسات عواطف يسعد مساكم ايش حالكم اليوم الحمد لله انت ايش حالك الحمد لله بخير اليوم انا ومحمد اتفقنا ان نتكلم اليوم عن الدخون الله واحلى شيء يعني من المعلومات الحلوه انه مو بس للتطيب ومو بس للريحه او انه شيء احنا نحبه هو نوع من انواع الكرم الاماراتي اكيد البخور او الدخون فاليوم بيعلمونا بعد بيرافقونا اليوم ام خميس وام برمان وام محمد اكيد منورتنا اليوم استفقدناك وايد امس فعلا ومكانك خالي كان ومنورتنا اليوم الله ينور عليك عواطف سؤال سريع تفضلي رقاق ولا الجيمات ولا لا اليوم شيء جديد شيء جديد اول ها ما اول جيمات اول اليوم تراث اليوم شو قرص جروس جروس مال اول يعني جيمات احنا نسويها الجيمات مال الجيمات مال اول اوكي عياليها سمنه ولا عسل ولا شو لا تبي تاكليها في عسل عادي في الدبس جهزولنا حسيننا واحنا بنحسب حسابكم يلا حاضرين الله يعطيكم العافيه الله يعافيك مشاهدين ذكر ارسطو في كتابه فن الشعر بان الفن تقليد للطبيعه وان كلمه فن تعني تزيين الشيء وكلمه مثل تعني صار مثله ولذا فان فن التمثيل ما هو الا تقليد للصور والاحداث والحالات المختاره من الحياه نفسها توضح أو توضح مجسدة على المسرح ضيفنا اليوم ممثل إماراتي أبدع أمام الكاميرا وعلى خشبات المسرح تنوعت أعماله بين الدراما والمسرح والسينما ضيفنا اليوم بيكون الفنان خالد النعيمي وأيضا ضيفنا الثاني لليوم سهام ولد في بلاد الرافدين ليظهر موهبة لتشبع منها عمالقة الغناء العربي ورسم طريقة إلى الساحة الفنية من خلال لونه الشبابي والمزج بين الطابع الخليجي والنكهة العراقية الرائعة مع ويانا اليوم الفنان وليد العسل حياكم الله يا هلا ومرحب فيكم نورتونا السلام نورتو عليكم استوديو فوالا صوب شيء طاح اي مايك مولد السلام عليكم يعطيكم العافيه وعليكم السلام الحمد لله ايش حالكم الله يحفظكم رمضان مبارك عليكم ورمضان صحه وسلام يا رب اسلمكم مو علي المخرج شوي بالي اوكي الله يعطيكم العافيه نورت الفجيره الله يخليك نورك طال عمرك نور طوال العاملين كلهم ان شاء الله والدخون يرحبكم يعني لا انا شمريته من قبل لا ادخل شمريته ما شاء الله الله يحفظكم طبعا السؤال المعتاد ما اتكلم معاكم عن اجواء رمضان كيف اجواء رمضان وياكم؟ اول شيء احب اقول لكم كل عام وانتم بخير وانت بألف خير ومبروك عليكم الشهر وعليك يا رب وانا مستانس اني التقيت معاكم في الفجيره هالمره في شهر رمضان الله يحفظكم الله يعطيكم العافيه ومشكور على الدعوه كلكم ورمضان بالنسبة لي أنا كفنان وكفنان وكشخص عادي كشخص عادي تعرفين رمضان شهر الروحانيات صحيح. وشهر
التواصل بين الأهل وخاصة جمعة الأهل والربع والأصحاب وكذي، هذا شيء طبيعي يعني. وكفنان أنا أعتبره لي شهر أحس فيه المعنويات ترتفع عندي، خاصة إن إحنا دائما طول السنة ما نقدم شيء، وفي رمضان نقدم الأعمال، فتينا الردود الحلوة والكلام الإيجابي والردود الناس والجمهور خلال الأعمال اللي قدمها، فهالشيء يرفع المعنويات، والله يدوم علينا إن شاء الله. آمين يا رب. وليد تذكر كيف كانت أجواء العراق في العراق في رمضان؟ والله ست شوف، هو رمضان ما له بلد محدد صراحة، يعني هي أجوان العربية برمضان كلها نفس متشابهة أكيد. متشابهة يعني أكيد، يعني الزيارات وصلة الرحم يعني كثير شغلات حلوة أكيد، يعني نتمنى ترجع يعني إن شاء الله. شو كنتوا تسوون وقت المغرب تقريبا، وقت نجهز فطور ونفطر هذا إن شاء الله على طول؟ ما في أشياء مثلا معينة المفروض تكون على المائدة موجودة، أكلات معينة يعني في العراق؟ يعني عندنا تميز، يعني أكيد يمكن تعرفون المشاهدين عندنا الدولمة شيء رئيسي. أي كيد دولمة هاي لازم يعني عندنا، والمسقوف السمك المشوي على الحطب. نعم هذا إني من الأساسيات عندنا برمضان وغير رمضان بعد. صحيح ما شاء الله، خيانة وطن يعني. أنا أول ما شفتك على طول ذكرت البرنامج هذا في أعمال عقبها بعديت. أي بس ما أدري خلاص الكاركتر مالك أنت خيانة وطن، خاصة المشهد الأول يمكن شكلي بغته والعقال والصوت وهذا. لا كله هذا هو يعني خلاص أي شخص يشوفك، ممكن الناس يمكن تطلع معاه مسلسلات ثانية، بس أنا خلاص صورتك أنت بخيانة وطن في المشاهد الأولى حقك البسيطة، بس كانت فعلا مشاهد مؤثرة خليت فيه انجذاب. أتوقع ما في بيت إماراتي ما انجذب هذه اللحظة. وهذا المسلسل أحس من أجمل المسلسلات لأنه يحمل رسالة وايد سامية. صحيح. أيضا بالنسبة لخيانة وطن، خيانة وطن اللي ساعد أن نسبة المشاهدة فيه تكون عالية، وخاصة أول الحلقات. صح. قضية مثل هذه والناس يعني دائما متريه تشوفها وتمس قضيتهم اللي الكل هم منها، طبعا كأي شخص إماراتي عربي مقيم على الدولة أكيد تهم القضية هذه. أكيد. وبنفس الوقت أقول لك أثبت أن دوري في خيانة وطن، يمكن أثبت أن ترى الدور مو بالحجم، يعني مو لازم من أول حلقة لثلاث حلقة أكون موجود، كان له مؤثر تأثير فعلا. هي نعم، ومش لازم يعني أكون أنا متواجد في كل مشهد سواء لوجود أو ما لوجود. نعم. حلقتين لكن ذيك المشاهد مثل ما قلت القليلة لكنها تركت أثر كبير. أكيد. والردود الحلوة والإيجابية اللي شفتها من خلال الناس والكلام الطيب. صح. هني ثبت أن ترى البطول الناس يعني ما تبتطفي في النجم الواحد أو النجم الوطخ في العمل. صح. في ممثلين، في الكل يشيل بعض. صح. سواء كان النجم حق البطولة أو حتى الممثلين المساعدين أو الثانويين، لأن كلهم بطولة وكلهم يشيلون بعض. أكيد. وكلهم يرفعون بعض. أكيد. بنشوف معك بنستعرض يعني. بنشوف معك الحين هاي البداية، طبعا بداية المسلسل كانت هي. إذا في صوت يعني هالرياكشن روحه، وأنت جاي بهذه الشخصية فعلا قلت لك هذه هي البداية اللي خلت حبسة الإنفاس إحنا نقولها. صح ولا لا؟ صحيح. يعني ما تم صغير ولا كبير إلا طالع هالشيء، وكل شخص على فكرة حس نفسه وهو بهذا الدور. شفتي النظرة هذه؟ إيه. النظرة هذه قبلها أنا كان المخرج موجود والكاتب خالد لباك، انت هني قاعد تمثلنا، خالد انت هني تمثل الدولة، تمثل. صح. قضيتنا. بانيتني قشعريرة على فكرة. شعر جسمي وقف. ايه قشعريرة. ولا مرة دمعت على مسلسل او فيلم او شيء، ولكن هذا فعلا تحسين انه في واقع يلامس الواقع، وايضا بنفس الوقت تمثيل فظيع وطنيه. انا اتوقع ما مثلتوا هني انتم فعلا طلع فعلاً. شعور المواطن الصادق الحي اللي فعلا نفس هذه الامور تمسه وبيوقف بنفس هذه الطريقه. اكيد. شوفي هني ما كان تمثيل كثر ما كان هو لحظتها صدق، وفي نفس الوقت كانت مثل عندي تراكميه جت. نعم. تراكم خلال اللي نسمعه واللي يشوفه واللي صار، فطلع مثل ما شفتوا العمل بشكل عام تمثيل ولكنه واقعي فعلا. تمثيل واقعي، والعمل هذا ان شاء الله لو بيتم عرض سنه ورا سنه الناس بتتم تشوفه ونسبه مشاهداته وايد يعني ترتفع، والدليل انه التقارير والجرايد. صح. فدائما المشاهده عندها ترتفع بشكل كبير يعني. هو كانت بالنسبه لكم صدمه، وهذه الصدمه تحولت الى 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 واقع ملموس وانجسد بشكل واقعي. الواقعي كانت وايد وايد مهمه. أكيد. في العمل هذا. صح. وليد كيف اكتشفت موهبتك في الغناء؟ والله أكيد الموهبة تيجي يعني هي من الصغر.
أكيد. فمن الصغر وأنا أغني أدني. صقلت موهبتك عن طريق الدراسة؟ كيف يعني؟ عن طريق الدراسة صقلت موهبتك، يعني درست الفوكاليز وهذه الأشياء مال الصوت؟ لا لا لا، مجرد موهبة حافظت عليه. شو رأيك نسمع شيء؟ يلا يلا نسمع شيء قديم. حلو. يلا مع موال ناظم غزالي. لا ما اريد ابكي احد، ما يعني قديم التسعينات الثمانينات ترى. هو هاي هاي قديم، ونظام ناظم الغزالي قديم. اي مثل ما عندي نظره اليوم راح اطلعها. عيرتني بالمشي بالشيب. عندنا المايك صح ولا المايك عدالك؟ هيكو شو بتغني لنا الحين؟ يلا موجود عندك. اثنين اثنين خذي واحدة واحد حقي حقي خلاص كذا غني ما تعرفوني. اي يلا صحيح واجهنا بشيء. يم العيون السود ما جوز ننه، يم العيون السود ما جوز ننه، وخدك القمر انا تريق منه، وخدك القمر انا تريق منه، واقفه بالباب تصرخ يا لطيف، واقفه بالباب تصرخ يا لطيف، لاني مجنونه ولا عقلي خفيف، لاني مجنونه ولا عقلي خفيف. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه ما شاء الله عليك. في الاصوات العراقيه تحسون في بحه وحزن، في بحه حزن يعني حتى ولو هي اغنيه غزليه ولكن تحس في بحه حزن. يعني احنا عندنا اللي الفن الموجود هسه العراقي تشوفي الكلام يوجع، الكلام كلش قوي. اي فعلا. والايقاع راقص. يعني تشوف الناس ترقص وموجوعه يعني. اي فعلا صدق ما تفهم هذا هو التناقض الجميل. اي هذا عندنا. بعدين الفن العراقي يعني كله بكف، والوطن الفن العربي بكف ثاني، لانه اي عربي ثاني يحاول يغني العراقي يبين على من البحة والحزن. صح يعني يبين. سهام تحت الهوى قلت له ان بتغني لنا اليوم يا حمام الدوح، قال لي بتصيحون. أي لو غنيت خلاص مو مشكلة عادي، صح بيصيح مكياجنا بس ما عليك. لا تصيحون احنا بهداتكم. انا الحين ترى عشان شيء بما انك حطيت المايك معاك احنا بنسمع شيء. لا شو انا ما صدقتي ما غني. لا 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 خلاص خلاص يا قصيدة يا شيخ خلاص قلت انت. على فكرة ممكن نكتشف موهبة. اي يمكن نكتشف موهبة. بقول لكم قصيدة من المايدن الظاهر. يلا يلا يعني خليني اتذكر. عادي حتى لو بتجهزها عادي. لا عاد بتذكر عادي في المايك. المايك يلا يلا مع المايك. عاد وحقت عمرك انت حطيت المكان هناك خلاص. اي والله انا اللي حق عمري. ذكر في مشهد وايد انا قصيده قلت في المايدي مظاهر. نعم. في مشهد قصيده يعني بصوتي اقولها من الشاعر طبعا الكبير المايدي مظاهر اللي افتخر في كلنا كشاعر اماراتي واحد وجوه الثقافيه الموجوده في الدوله قديما. فالشعر يقول: وان كان ما سويت دلو ولا رشا يلست علمه مستهين وللايمه، ربك رحيم وغفور لمن يشاء، ربك رحيم وغفور لمن يشاء، كن منه في خوف، كن منه في خوف لا تقطع الرجاء، بها عنك يرضى ولو توافيك لايمه. الله سلامتكم. الله يسلمك. حاولت اتذكر يعني يمكن ما كان مرتبه بس هي تقريبا صح. انا بسال مروه، مروه تعرفين شو رشا؟ رشا؟ لا الرشا اللي هو انا اعرف كتبه وهيك شو يلا خلينا الرشا اللي يحطوه في الماء يعني مو اللي يحملوه بالماء قديما كانوا يعني هي القربه او مثل اليربه. هي اليربه كذي يعني هنا تكون بجلد بالجلد من الجلد تكرمين الحيوان مصنوعه كذي منها يعني. يقال بان المسرح ابو الفنون، هل فعلا هو يعني يساعد الفنان بأنه فعلا يكتشف موهبته وأنه يبدأ من الصعب عقبها يحس أن تمثيل المسلسلات والأفلام أسهل من المسرح أو خشبة المسرح؟ سؤالك وايد حلو. دائما أنا عندي قناعة أو من خلال اللي تعلمته ومارسته أن الممثل المسرحي لما يبدأ ويتأسس بشكل مسرحي، وخاصة أن المسرح يعلم كيف التمثيل، أساليب التمثيل، يبدا يتعلم اساسيات الفن بشكل عام والتمثيل تطبيقيا ونظريا. ودائما الممثل المسرحي شيء يميزه عن الباقيين انه تصير عنده مخيله واسعه،
لأن المسرح أبو الفنون فيجمع كل الفنون هذه، فتصير عنده مخيلة واسعة، فبالتالي سهل عليه إنه يجسد الشخصيات، سهل عليه إنه يعبر حالاته الداخلية، سهل عليه إنه يقدر يقنع ويقدر يأثر ويؤدي الدور المطلوب عليه والنص المطلوب عليه قدام الجمهور المتلقي بشكل عام. نعم. فالممثل المسرحي يعني دائما أنا أقول إنه هو إذا تأسس بشكل صح معناته تجاوز وايد مراحل، غير عن الممثل التلفزيوني أو السينمائي، هذا اللي بعد يجون بعدين، بس الممثل المسرحي يقدر يمثل تلفزيون ومسرح وسينما وأي فعلا. فن موجود يعني. لأنه بدأ من أصعب شيء، ولكن من أصعب بعض شيء الأحيان يعني. ممكن يكون فنان أو ممثل على في مسلسلات أو في أفلام ما يقدر يكون ممثل مسرح لأنه صعب عليه، يعني ممكن من الممكن أنه ما ينجح ويفشل في هذه التجربة. صح. هي شوف هي مسألة مثل ما تقول بعد اجتهاد وفي ميول عند الشخص يعني. مثلا في واحد يقول لنا أنا والله أحب المسرح، المسرح ما يروح التلفزيون. وفي العكس، وفي عندنا إحنا ممثلين يعني ما شاء الله بارعين وأساتذة في المسرح، أساتذة وايد، وفي أساتذة في التلفزيون وفي السينما، بس مثل ما قلت لك إن مثل المسرح يقدر يقدر يضبط إيقاعه وعنده المفاتيح يستخدمها في التلفزيون والمسرح والسينما، هذه هي المعادلة الصعبة اللي عند الممثل المسرحي. نعم. صحيح. نعم. وليد إذا تكلمنا عن الأغنية العراقية في السابق واليوم من حيث الكلمات والإيقاع في نفس المستوى ولا؟ لا طبعا لا، الأغنية العراقية القديمة اللي نقول السبعينية وقبل لها تختلف معاني يعني. يعني مثلا من تسمع الأغنية أنت نص ساعة بس مقدمة موسيقيات آليات موجودة بعدد كبير، والأغنية توصل سبع دقائق إلى أكثر. الوقت هسه بهذا الوقت يعني الأغنية حتى مثلا المستمع بعد أكثر من ثلاث دقائق ما يقدر يعني يستمع أكثر بعد يعني. حتى احنا صرنا يعني نحافظ على الأغنية تكون ما تكون طويلة، كل ما كانت قصيرة أحسن. بس الكلمات، الكلام لازم يكون ملموس، لأن الكلمات الحين بعض الأغاني مجرد إيقاع، إيقاع هي كلمات مصفوفة يعني مضبوط. حتى تشوفين الكلام يتشابه، لا سابقا تلقيها مثلا أغنية قصة صح. يعني عايشها الملحن مثلا صح. أو قصة تكون عايشها الشاعر وكتبها، فتطلع يعني كل شيء من القلب يوصل للقلب. حتى مرات يعني تشوف مثلا حفلاتنا برا، يعني من انا اسوي حفله برا العراق واشوف من الجمهور يطلب مني اغنيه سبعينيه صح. يعني فعلا تفرح انه انت برا بلدك تنطلب اغنيه سبعينيه لبلدك، يعني هذا شيء كلش مهم، معناته انه كانوا مؤسسين صح الحمد لله. لاحظنا اصلا مؤخرا انتشار الاغنيه العراقيه، يعني اليوم اصبحنا في كلمات عراقيه كل الجنسيات تعرفها اصبحت بسبب الاغنيه العراقيه اللي حتى في مطربين اماراتيين صحيح. اي صاروا انا عندي الفنان محمد شحي صاحبي وجه له تحيه، يعني اي حسين الجسمي استاذ حسين، الاغنيه الكلام العراقي صار يتميز بالدلع العراقي احنا نسميه يعني الكلام العراقي كله حبته يعني. احنا اصلا كلامنا العادي بي غزل هوايه مثلا عيني اروح لك فدوه هوايه هاي الناس حبت هذا هي لهجه لطيفه ومحببه قريبه وايد يعني. هاي الناس حبت هاي المفرده صارت تغني يعني، فنانين عرب هوايه كلش غنوا صحيح هاي الموضوع. هاي هوايه جت على شو يمثل مسرح العين للفنان خالد النعيمي؟ مسرح العين هو بدايتي، انطلاقتي، بيتي، وجودي، كياني الفني، شخصيتي. اليوم إذا تشوفوني جالس أتكلم معاكم كذي، هذا كله انصنع وانبنى وتأسس من خلال مسرح العين طبعاً. نعم. ومن خلال مسرح العين بعد قدرت أحتك في عقول وفي ناس، عقول وناس مفكرين ومنميين وناس لهم مجال طويل في الفن، واستفدت منهم وتعلمت منهم واحتكيت وياهم. نعم. فكل هذا تكونت عندي أرض خصبة فنية. نعم. مسرح العين وايد بالنسبه لي يعني. وايد ممثلين اغلبيتهم من العين يعني، من العين ما شاء الله اللي ما شاء الله، بس ما تمثل النيادي معك هذا مخرج ياسر النيادي ده هنا عم. وطبعا اكيد مسرح العين اللي هو سلطان نيادي، سلطان نيادي هو رئيس ومدير يعني هنا يعني. اكيد اكيد بنسمع اغنيه، يلا نسمع جديده، يلا نسمع اغنيتي نص ديني، يلا اغنيتك نص، اغنيتي نص ديني، نص دينك، نص ديني بعد يعني هو هذه لحظة قبل لا تتزوج ولا ما كمل بعد ما تزوجت غيرت رأيك ولا ما غيرت رأيك؟ ورطب السؤال ما جاوب ما جاوب غني غني يلا غير الأغنية لا خلي لما اسمعها يعني
اليوم جا كل دنيتي يمي يعيش بفرحة طيبين والفاقد يجي ضحكتنا نش في جرحة شوقي إليه سائر والقلب صاير يمراح قد لاقى قلبي مطلبي ونص ديني هو يصبح يلا نلم كل العمر ونكسر الما ينكسر حبنا يظل كل أخبار يلي تعطر انت العطر باسمك قلب تسجل يا ابو وجه ما ينمل عيد وفرح لما تجي من تبتعد نتبهد. الله يعطيك العافيه. وليد العسل منو قدوته في الغناء العراقي بالذات؟ يعني اذا عراقيا كاظم مستاهر استاذ ماجد المهندس هذول كلش قريبين علي يعني احبهم لانهم حساسين. أحب في اغنيه معينه غنوها وتمنيت انك فعلا تكون انت اللي مغني هالاغنيه؟ لا صراحه يعني انا احب احساسهم ما احب نكون مقلدين او ما نحب لانه يعني حتى اليوم الملحن ست من ينطيك اغنيه ينطي على لونك فانت ما تقدر تغني غير لونك هم استايلهم الاحساس الرقي اللي موجود عندهم هذا كل شيء يلمسني يعني انا احب فهذول قدوتي بالاحساس يعني بس احاول دائما اخلف طريقهم يعني ما امشي على خطاهم الفنيه اللي من حيث الثقافه الفنيه الاخلاق البرستيج اللي عندهم هذا يعني نمشي عليه بس الستايل لا وستايل وليد لازم يظل بعيد يعني ما اكو فنانين انا اعرف اصحابي فنانين يعني يتاثر بشخصيه يكون مقلد وهذا غلط طبعا لازم تكون لك انت هويه وصير قدوتك فنان ثاني نعم حتى انا وليد الشامي يعني من احسن ما طبيعي عندي ضمان وليد الشامي ايوه وليان وليد حبيت له اي وليد اي وليد تقصد؟ لا هو ليان وليد انت حبيته لو انت لا انا قصدي وليد الشامي طبعا اغنيه نص ديني احنا بالمناسبه اي تحب تجاوب؟ لا بعد نشرب اللي الفكره كانت بيها احنا الحمد لله نزلناها باقل من شهر اخذت صدى كلش حلو ليش؟ لانه كانت الفكره بها دمجنا العراقي العامي ويا اللغه الفصيح يعني هذا كان شوي شيء غريب يمكن سويناه يعني سوينا فصيح وسوينا لغه عامه يعني عاديه فهي كانت خطوه جميله كلش يعني نعم فانت لازم تكون اكو تغيير يعني ما تمشي نفس الموجود حبيت اكو تغيير حفظتها انا حافظه شكو ماكو لا بس ماكو شيء صراحه شكو ماكو شيء ماكو شيء صراحه انت حافظه شكو ماكو حمام الدوح بس يا حمام الدوح شكو ماكو بالقاع بس لا الكلام العراقي هو مو صعب الناس تستصعبه بس هو مو صعب بالعكس لا والله بالعكس ما انا مش بصعب يعني لا بالعكس ما اعرف يعني صارت حاولت تمثل مثلا بدور تاخذ فيه دور عراقي او شيء لا والله ما جتني فرصه وما ياني دور يعني. مع اني دائما اتكلم عراقي يعني فتطلع مني كلمات حتى مرات يوم اكون يعني مستانس ولا بعرف تعرف شكو ماكو؟ شكو ماكو يعني شيء ولا ما شيء؟ شيء صح؟ لا شوفي ما في شوفي ما في اوكي شكو ماكو قبل شوي خبرنا وليد انه في العديد من الفنانين المطربين انه يقلدون نجوم هل في التمثيل ايضا في اشخاص يقلدون من ممكن انه يكون لا قدوه ولكن في بعض الاحيان انه يقلدونه بالشكل بالتمثيل رياكشن الوجه يعني قصدك يتقمص شخصيته يتقمص شخصيته الكامله انا برايي هو العفو استاذ خالد يعني هو برايي التاثير الزايد يمكن توافقني الراي يعني احس يمكن من النظر يعني كثره النظر او متابعه هذا الشخص او متابعه اعماله بروحه يتقمص شخصيته كممثل اخر شوفي استاذه طبعا هو كل فنان سواء كان مطرب او ممثل او حتى رسام بعد او فنان تشكيلي دائما في بدايته تكون عنده الامور بعدها مو بثابته وبالضبط ومش ثابته هو يعني كيف بيكون طريقه او خطه شخصيه فمثلا يعني مثلا كمطرب او كفنان يعني انا وايد ممثلين اشوفهم ومن خلالهم حبيت التمثيل من خلالهم قلت لا هذا يعني انا مثله عفوا يعني انا مثله انا اقدر اسوي مثله اقدر اقلد مثل صوته اقدر اعطيه مثل رياكشنه وانا لين يومتي يعني اشوف الممثلين واشوف الفنانين اللي صاروا الكبار واتعلم منهم تلقائيتهم اتعلم منهم استرسالهم وارتجالهم وتعايشهم للدور تقمصهم وايقاعهم الداخلي احس فيه واخذ منهم المساله هي تبقى مساله انك انت لما تحب شخص وتحب تشوف قدامك قدوة فنية أنت تكتسب منه المهارات صح. تأخذ منه المهارات تأخذ منه
طريقة تعامله وطريقة شغله، ونفس الوقت تعال طبقها، طبقها وقلده بس جيبها بأسلوبك وحسك التمثيلي وشيء اللي خاص فيك امزجه معه. هي بصمتك. هي بصمتك. طيب خالد، في شخص معين تأثرت فيه سواء من الإمارات أو خارج الإمارات، يعني حبيت هالشخصية والله، أو كان قدوة لك كممثل مثلا في بداياتك؟ نقول وايدين ممثلين وايدين، يعني مثل الأستاذ خالد أمين، مثل الكويتي خالد أمين، عندك بعد الممثل عبد الرحمن عقل، ممثلين يعني وايدين، وحتى على فكرة مو بس، حتى بعد الممثلات الفنانات مثل الممثلة الفنانة الكبيرة هدى حسين. طبعا أكيد عندنا في الإمارات نحن، يعني أنا وايد تعجبني شغلة في أستاذ يابر نغموش، لما أشوفه أشوف تلقائيته، ولما تشوفيني يمثل ولا كأني يمثل. مرات حتى نحن في التصوير نقول له أنت الحين صدق ولا تمثل أستاذ؟ يقول له أنا أمثل، فنوقف تصوير ونعيد، فأنا اكتسب منه الشيء هذه المهارات وحاول أطلعها بأسلوبي. فمثل ما قلت في ممثلين أخذ منهم المهارات وأطبقها الشيء اللي يناسبني. طبعا في العفوية، هي العفوية فعلا تجذب أي شخص يشوف العفوية والمصداقية، وأنا دائما أعتمد على الأداء الواقعي. يعني الحين نحن الممثل، يعني هالفترة هذه صار الممثلين مطلوب عليهم يكون أدائهم واقعي. أدائهم وايد قريب، مش المبالغة وايد أو الأوفر وايد، لا، حط خلي أدائك، أنا دائما أعتمد على الأداء الواقعي في كل شيء أستاذ خالد، أتوقع حتى بالكلام بالأسلوب حتى في اللبس، كل شيء في اللبس، حتى في كل شيء. يعني أحس إنه في أشياء، يعني مثلا هذا الدور لازم أنت ما تبالغ فيه، يكون لبسك شيء معين أو تتدخل بحيط. أنت كممثل أحيانا تتدخل. شوي هي مسألة إن هو بشكل عام الممثل لما يعرض على أي دور تصير عنده هني شو، أول شيء لازم يشوف الدور، يشوف اللي 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 يبحث عن الدور، يبحث عن الفعل الأساسي للدور، هوية الدور، فعله الأساسي، هل يا ترى هو يساهم في صنع الحبكة، يساهم في صنع العقدة وصنع النهاية، هل هو مؤثر فيه، وهل مشاهده مؤثرة مع المشاهد الممثلين اللي غيره، وهل مشاهد غيره مؤثرة معه. فلازم تصير عنده هذه حالة البحث وهذه حالة ما تقولين التعايش في الدور. والشيء الثاني بعد الممثل في شغلة ثانية عنده، عند النص لازم يفهم النص، يقرأ النص، يشوف النص هل ينتمي إلى الأجواء العالمية أو ينتمي إلى الأجواء المحلية. هل النص باللغة العربية الفصحى أم باللهجة المحلية. وبعدها تبدأ بحثك، وبعدين تبدأ عادني تصير عندك مرحلة استكشاف، الممثل يصير عنده مرحلة استكشاف النص، ويقدر ساعتها يغير أو حتى يعني يشوف التعديلات اللي في الحوار. طبعا مع لازم ركز إنه ما ينمس أي شيء في هيكل النص إلا بموافقة المخرج والكاتب، وبعدها الواحد يقدم بس تعطي أراك يعني. نعم، ويقدم دوره وهو مرتاح وبشكل مطلوب. صحيح. نعم. طبعا احنا خذتنا السؤال ونسينا نضيفكم. صح. الحين بنضيفهم، بس عندي سؤال حق وليد سريع. صغير كنت وانت صغيرون حايرة والشوق بين عيونك من الأغاني العراقية اللي أنا تربيت عليها حتى. اوكي، وانت بعد يعني ما تربيت على حمام الدوح؟ لا، حمام الدوح لا، يوم كبرت سمعتها، ولكن اليوم اصبح انتشار الاغنيه العراقيه، ما نقدر ننكر ان اليوم انتشار الاغنيه العراقيه اكثر من قبل. ولكن برايك انت الخاص، هل الكلمات او الجيل هذا اللي قبل كان افضل من ناحيه الكلمه واللحن او اليوم؟ لا، شوف، هو كل وقت الى 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 لين ما تجاوب بضيفكم الشاي والقهوه. بعد الضيافه اللي بنسمع حايره، ايش رايك؟ يلا حايره، هي يلا خبرني. ما راح تسمعنا شيء، انت المايك عندك بلا بعد. لا لا لا، انتوا مع بعض، لان اكيد هو لحق عليها الشاي ولا قهوه. هو يعطيك كوبليت يدخل معاك. لا 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 لا، لا تورطوني. لحظه، جاوبني اسمعك. يلا، المشكله ما ينسون. ممكن تعيدي السؤال؟ السؤال سألتك أن انتشار الأغنية العراقية اليوم ما نقدر ننكر أن هي أكثر انتشاراً، ولكن الجيل اللي قبل، يعني الستينات سبعينات ثمانينات، هل الكلمة كانت قبل واللحن أفضل من اليوم وأحسن؟ رأيك الخاص، أنت حر جاوب. شو أفضل؟ أكيد يعني أفضل. طبعاً أكيد أفضل، بس يعني هو كل وقت إلى جيله، أكيد هاي هم ما ننكرها، يعني إحنا ما نريد نخس حظ الموجودين يعني بهذا الزمن. عندك؟ لا العفو، أنت قديما كانت يعني انا قبل شويه قلت يعني الفكره يمكن يكون الشاعر عايشها، كانت اكو شيء مهم كان اسمه الرقابه الفنيه موجوده قبل، كانت الكلمه لازم تطلع ب. شكرا. في دول عينك. شكرا. اوكي،
بس يعني مثلا يعني بهذا وقتنا يعني اذا تغني اغاني قديمه على جيلنا هذا ما حد يسمعك مثلا بس الكبار اللي عاشوا هاي الاغاني. فلازم انت تواكب العصر اللي موجود يعني اكيد ما تظل تغني قديم مثلا يعني. اكيد بس التغيير اللي موجود هذا حبته الناس يعني. الله يسلمك. يعني اكو جراءه بالموضوع يمكن قبل ما كانت اكو جراءه مثل اللي موجوده هسه او الجيل يختلف مثلا جيل قبل ما يحب الجراءه مثلا يحب اللي موجود هذا الجيل لا يحب الجراءه حتى الكلمه جريئه مثلا يحبها حتى الاشخاص اللي كانوا مستمعين قبل غير عن الحين اكيد طبعا صحيح يعني ما اتخيل في هذاك الزمن شخص يكون مبرزان وكلهم يطلع لهم مطرب يترقص على المسرح او شيء تبي يستغرب عليه كل جيل شوفي انا من جيل الثمانينات نعم. يعني على طار الاغاني العراقيه انا كنت من كثر ما كنت اسمع اغاني عراقيه كنت اقوم الصبح واحط الكتب مال جدول ايام ما كان في جدول جدول المدرسه تجربه الروح زين لا ما اغني احط كتب وايد اغنيه خاصه الاغاني العراقيه الصبح الساعه 6 يمكن او 7 الفجر اشيل معي شريط واقول حق على الباص شغله ايام الكاسيت شريط طبعا كلام الثمانينات اخر الثمانينات واقول شغله فيعني بس يعني كانت حبنا للاغاني العراقيه نحن صغار بس كنا نستشف الكلمه ونحس فيها صح اي نعم نحن نفسنا كنا عاشقين ذيك الساعه هذاك الزمن على الاغاني صح صحيح بالعكس العشاق هسه اكثر من قبل الحين بس لا قبل مصداقيه بس قبل هي كان غير لا وهسه شنو لا تحس في قبل انك تسمع اغنيه حتى لو مش بعاشق تعشق بس بحس غير لا مو مصداقيه قبل كان اللي تحبه مثلا صعب توصله وتشوف اي هذا هو فعلا هذا الفرق من السوالف الجميله مو بقادرين ان نحن نوقف شوي ناخذ بريك ولكن بعد البريك حايره والشوق بين عيونك اوكي وليد نرجع على طول على هالغنيه نرجع على طول عليها مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم خلكم ويانا حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك ظالة نص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وأسراره لك ظالة نص الدرب محتارة ما تعرفين هذا العشق وسراره والسهر دبل سواد عيونك حايرة تحبين ويلومونك محتارة انت وحيرتين وياك لا عشت حزني ولا فرحت بملقات محتارة انت وحيرتين وياك لا عشت عمري ولا فرحت بملقاك ظل نص الدرب محتار لك ما تعرفين هذا العشق واسراره والسهر ذبل سواد عيونك حايره تحبين ويلومونك الله الله بيتها. صوت بيتها. جميل كلمات رائعه والله فعلا رديت للزمن الجميل يمكن من الاغاني اللي نقول عليها اللي هي قصه اكيد فعلا يعني تروي قصه تحسيها يمكن مسلسل او فيلم فعلا. حايره والشوق وحبيتي وتندمي اغنيه صغير كانت وانت صغيرون احس كما يعني بعد فيها قصه صحيحه سهام انت قاعده تتكلمين هي ببالي اغنيه ثانيه يا هواي والله شقد شقد عنت بيك يوم اريدك ما الاقيك الله ما ناسي الاغنيه شنو بس هذه هي عطوها المايك وين المايك؟ شلوه من عندي عندنا اثنين ها لا انا شلوه من عندي الله يعطيك العافيه خلينا نتكلم عن دور السوشيال ميديا مع وليد طبعا هي مهمه جدا نعم بس السوشيال ميديا يراد لها فضاوه كبيره كلش لانه لازم تواصل 24 ساعه انا طبعا يمكن 60% من النشيطين بالسوشيال ميديا يعني مو 100% عندي كسل شوي بها بس هي مهمه جدا السوشيال ميديا يعني هي تخدم المطرب طبعا يعني هي الاغنيه القديمه السبعينيه كانت على الراديو ووصلت صح. وتوصل يمكن بالقوه على الكاسيتات او على الراديو هسه يعني مو بس اغنيه اي شيء تريد توصلينه بسرعه السوشيال ميديا
بيوم وليله يوصل. صح. يعني في ظواهر هوايه على فكره، ظواهر موجوده من وراء السوشيال حتى كغنيه مصوره اليوم ما صارت تتصور، صارت تتركب يعني على التليفون. اي والله تتركب مجرد تصور مشاهد وتنتشر الاغنيه، مو مثل قبل تصور فيديو كليب مع ممثلين واخراج. صحيح. وسيناريو، يعني كل شخص يحط له قصه معينه ويحط له شيء ويسوي مونتاج. اي شيء صار بسيط يوصل للناس، يعني الناس صارت تدور على شيء مختلف وبسيط صار يوصل. يعني مثلا تعال شبعك حب عندنا اغنيه معروفه، ايه؟ تصورت على موبايل. صح. وصورت بطريقه يعني كوميديه كلش، ثلاثه وهم اصحاب. ايه؟ ويضحكون وما شاء الله قلدوهم وظهروا قلدوهم. ايه؟ وصلت ما شاء الله 300 مليون بشيء بسيط جدا، يعني يمكن ما كلفهم اصلا يعني موبايل. صح. فالبساطه صارت هي العباره عن اغنيه، بساطه مع فكره جميله توصل فعلا. توصل على طول. استاذ خالد، شو رايك بموضوع العلاقات بين الفنانين والممثلين؟ هل انت مع او ضد تكوين صداقات مع الوسط الفني؟ انا مع العلاقات الفنيه الصحيه. نعم. اللي فيها ان الواحد طبيعي ان الانسان يكون علاقات. خطين تحت الصحيه. عشر خطوط فنية صحية. صحية هاي خط أكثر. بتيت السالفة لا تستعيل يعني. واحدة قرصة لي. بتيت السالفة. زين العلاقات طبعاً طبيعي كل مجال فيه علاقات، والعلاقات الفنية الصحية هذه هي الهدف من وراها. أن اليوم أنا لما دخلت هالمجال أكون علاقات مع زملاء الفنانين، مع زملاء المخرجين والكتاب وصناع الفن وصناع المشهد الفني بشكل عام، فأنا بالتالي أستفيد من وراهم. ونفس الوقت بعدهم يستفيدون من وراي. صح. ونفس الوقت جهودنا على جهودهم نطلع بنتاج حلو. صح. نتاج فني حلو، سواء كان عمل أو مسرحية أو فيلم أو حتى مسلسل، لأن الإيد الوحدة ما تصفق. أكيد. والتعاون خاصة في المجال الفني يعني مش مثل أي مجال ثاني، شغل وخلص وتقارير وعد واجتماعات. لا، العمل الفني ما في ذيك الهيكل الإداري أو السلم الوظيفي، كثر ما هو أنه في عطاء، في تجانس من فريق عمل، وفي حتى ما بعد العمل يتمون على اتصال، لأن أوردي الأفكار تتوارد، الأخذ العطاء يصير، والنقاشات تجي، والطرح يصير، والكتابة تستمر. ففي النهاية يطلع أن هذه العلاقة الفنية الصحية. أما العلاقة مجرد اليوم أنا مثلا أكون صداقات وباكر من مجرد والله فلان قال عنك شيء، ولا فلان ترى سوت شيء وشيء من وراك، ترى يقولون أن الوسط الفني منفر. هذا هو يعني. وأنا الحمد لله علاقاتي مع كل الزملاء الفنانين الحمد لله رب العالمين، ما اعتقد اني طحت في خلاف او حتى في تصادم مع اي حد الحمد لله رب العالمين. هي بالعكس. نعم. انا شيء وايد يعني يسعدني، وان شاء الله. نعم. نتمشي على طول ان شاء الله، ما نضرب اي احد ان شاء الله. وليد، بالنسبه لك هل انت مع تكوين الصداقات مع الوسط الفني مثل الاستاذ خالد ولا لا؟ والله انا العلاقات الصحيه الصحي. اي حتى مليون خط. كلمه صحيه يعني احنا دائما نسمع الوسط الفني فعل مشاكل وضرابه وغيرها كذي، ما في الفه ذيك. نعم. الالفه يعني هي لازم تكون، مو مشاكل لازم يعني الغيره الفنيه موجوده. أيه؟ بس لازم تكون يعني بروح رياضيه. يعني انا اليوم اغار من فنان لازم اصير احسن منه فنيا مو كشخصيه. هذه بعد من صورك ويا الفنان قصي. أيه؟ حاتم. قصي يوجه له تحيه صاحبي قصي. هذا فيديو؟ لا صوره، هاي بعمان فيديو. فنان وليد العسل على اغنيته بلد، من كل التوفيق حبيبي. قصي اشكرك. توفيق والله. اخوي الفنان وليد العسل انتقل نقله نوعيه باسرع وقت، اغنيه بلا الله يوفقك حبيبي. طبعا اليوم الغوالي ما يحتاجون تعريف. فنان وليد العسل، فنان العراقي، صوت نورت الامارات، رحت حلوه في دبي مول، نورتنا حبيب غالي، عدال عيونك ومتابعيك. مليت انا مليت، عذبني حالي، حسبالي مثل وليد العسل عبالي، ما هموم وقلبي اهلي. ما شاء الله عليك محبوب الحمد لله. لا انا حتى بالبيت محبوب مو بس. الله يسلمك. طبعا اغنيه بلا اللي على قصي طبعا وجه لها تحيه واستاذ حاتم العراقي بعد. اول ما سجلت هذا كان الفيديو بعمان، كانت هي اول اغنيه لي بلا. فاستاذ حاتم قال هذه الاغنيه راح تسوي شيء، فهو كان من الوحيدين. ف يمكن خلال اسبوعين وصلت 3 مليون وشوي، فشلت عليه التليفون قلت له سبحان الله كلمتك، فبارك لي. وهو قصي نبى نسمعها. نبى نسمعها. اوكي. بلا بلا ومنين جاني هالبلا،
بلا بلا حبيت راح أدلله بلا 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 هذا العشق ما فوته بلا 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 بحنيتي راح أموت القلب فات بلا إذن خلاني أشتاق وأحن سهران يومي إلى وبليلي لك شنو شنو سحر سحر وبخد غماز قهر على البوسة سوي مشكلة مشكلة بلا بلا ومنين جاني هالبلا بلا بلا حبيت راح دليلة يعني هي بلا تيجي من الكلمة أنه بلاني بجمال بلاني يعني تتكلم عن ابتليت فيه وخلاص يعني ابتليت به يعني يتكلم عن بنت احنا قصتها كانت على البنت العراقية اللي عندها غمازة وأصلاً كانت يمكن أنا أول عراقي يغني على الغمازة أعتقد هذا الفيديو قبل سنتين هي كانت فالحمد لله أخذت انتساع واشر يعني عندي سؤال وليد اسم فني وليد العسل ولا لا لا اسمي الحقيقي يعني والدي الله يرحمه شو هالحظ يعني تخيلي سهام العسل مروة العسل أنتوا عسل ما يحتاج سهام مروة العسل حبيت لا هو اسم والدي عسل إيه يعني هو اسمي حبيت الاسم اسم الشهرة يعني ولا اسم لا لا اسم والدي اسمه عسل اسمه أبوي اسمع عسى الله ما شاء الله واني وليد فهو هو الاسم جاي ولدت محظوظ الحمد لله إن شاء الله يا رب أيامك كلها عسل بدو العين أستاذ خالد هل تشارك أي تمثيلية تطرح عليك أو أي دور تطرح عليك في كتابة بعض الأدوار شوفي هي شو يصير تصير عندي مثل تجي الأفكار عندي تتجمع مثل ما يقولون تتخمر في مخي فأتم بيني وبنفسي أرددها حتى مرة أتكلم عن المشهد إن الحوار كذا يقول كذا وحتى السيناريو أتكلم بيني وبنفسي يعني فيصير عندي إن مثل مرات أجلس بيني بروحي فأكتب المشهد يعني ما أقولش أكتب الفيلم من أو مسلسل من إلى فأكتب المشهد أكتب كحدث أكتب 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 بعدين أكتشف نفسي إني أنا كتبت مجموعة مشاهد مجموعة أحداث مجموعة خطوط فتتركب بعدين بروحها سبحان الله وطبعاً هذا مع الأصدقاء مع المخرجين والكتاب فلما أخذ منهم ويخبروني فسبحان الله تطلع المشاهد هذه وتصير مثل مادة قابلة أنها تتنفذ أو تنتج أو حتى تتصور يعني نعم. والناس تشوفها وتختار أشخاص معينين مثلا بعد هو طب شو يعني مثلا أنت إذا حطيت الدور أو كتبت المشهد وكذي حطيت شخصية معينة في مرات 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 يعني 60% يكونوا في بالي أشخاص عايشين في عقلي نعم ومرات ونسبة بعد يكونوا لا مرات بروحي يعني مثلا تقول أفرغ أو أطلع شيء إحساس فيني أحاول إني أكتبه وبس أطلع إحساس إنه بعدين لو يد أرجع يكون موجود عندي أوثقه ما أنساه نعم نعم شو رأيك سهام الروح لزميلتنا عواطف أكيد ركنة رعد يسعد مساج ويعطيكم العافية الله يعافيك يا رب نورين نورين أنا نسيان رحب خالاتنا اليوم هي اليوم أتوقع كلنا شمينا ريحة الدخون أول ما جيتوا فعلا هي فاليوم أكيد. محمد بتعرفنا عن أول شيء عن الدخون اللي شمينا الدخون مال هذا دخون صنع الحين هذا اللي هو هذا اللي هو صنع الحين هذا هذا ده مال الحين يعني خلطوه في العطور من شو مصنوع يعني هذا شو عبارة عن شو العجين السحال العود سحال العود هي ناعمية والمسك والعطور يعني تلفيجي مثل المسك مثل ايش يسموه ايش هذا الصندل العطور اللي هي الغالي يعني اللي فيها شويه الزعفران هي. العنبر وكل كل وحده وذوقها وما شاء الله هذا شغل اختيار يعني العطور اختيار ما انت اللي تختاريها العطور هي هاي خدمه ام خميس ما شاء الله يعطيك العافيه هي. اما البخور مال الاول يعني نشوف هذه بعد هاي الاوليين يعني اللي كانوا اهالينا ودادنا على هذه العطور هذه دقه العود هي وشو مخلوط وياها بعد عود مع المسك ويسوي فيها عطور بعد هنا الورد والمسك وهذا يعني عشان يعطي بس مو بمودن في لا بلا مرشوش في العطور بعد لازم يخلطوه في العطور هي عشان يطلع رائحه وهذا بعد شو اسمه العود بعد هذا مال اول بعد هذا مخلوط بدل بالمسك والعطور دهن الورد والياس والماي ورد بعد شو الفرق من بينهم اللي من بين الحين بين هذا وهذا هذا يعني مال اول هذا دخونهم هي. بس الحين خلاص اشكال الوان الحين سوى اشكال وبعده في هذا الفقوش هذا بعد مال اول صنع الاول هذا
يسموها بالفقوش هذا مسك بعد يسووا فيها ودهن الورد والعنبر والماي ورد والش اسمه الصندل والفيجي ما ادري شو يعني العطور الاوليه الزعفران العنبر عطر الزعفران وش اسمه ده بعد العنبر يخلط هذا يسووا بالماي الورد او حتى الكلونيا يسووها يخلطوها مع اللي هي العطور الفرنسيه الحين سووها خلطوا بعد بالفرنسيه بس قبل لا قبل ما عندهم ما يسووا العطور الفرنسيه وهذا بعد من بطله ابي اعرف شو في داخل هذا هذا اللي هذا اللي يصنعون منه هذا صح؟ إيه هذا الدقة هذا مخلط مع بالعطور هاي وكله مال أول هذا البخور مال بس للحين نشوفهم إيه موجود إيه للحين في رائحة يعني يعطي رائحة حلوة في المسك لأنه يخلطوا فيه كتر في المسك وتفرق بالمناطق يعني مثلا بالشرقية أو يعني عندنا هني أو إحنا عندنا هنا في الإمارات متداولة هذا كله يعني في الدخول مال أول يعني زمانه والحين بعد نفس الشيء يعني لكن وش حسب طريقتك انت شو تبي العطور اللي تبي تخلطيها يعني انت تختاري العطور اي عطور تبيها الحين اللي تبي حتى تبي تحطي فيها هذا الحين العطور الحين ولا تبي تحطيها بدون هذا اي شيء تبغي انت تسوي يعني ما شاء الله هذا وايد حلو هذا جربناه وجربنا يمكن هذا صح لا هذا ما جربناه جربنا نوع ثاني بس وايد كان حلو يعطيك العافيه هذا دخونهم مال اول شيء ما شاء الله عليه بس يهتم في البيت يهتم هذا الحين اذا انت تحرق في البيت يستعملوه الحين احنا عندنا يهتم رائحته في البيت ما تخوص ذكيه تم ريحته في البيت وفي فرق بين الدخون مال الثياب ودخون للبيت ودخون هي في يعني في منهم مثل الدقه ومثل هذا الحين يعني ياخذوها للبيوت ما في بخور يعني في اخذ الحين البخور الغالي وهذا بس للثياب. يعني للثياب هم يوم يطلع مكانه للبيت يسوي بعد بخوره من وين كانوا يجيبونه يعني قبل هذا نفس الشيء عود وهم يخيهم يسوي فيه العطور يودنونه في هم يسوي يخلطوا في العطور ولا هذا كله عود وهاي سحال عود وهم اللي الريحه هي. هذا فقاش يسموه مثل هذا فقش شوف الزعف اللي شو اسمه المسك اللي فيه هذا مسك ناعم هو حتى السكر الحين حتى فيه سكر ناعم أحد منهم يسوي فيه سكر إذن هو هذا خشب العود من وين يبونه يشتروا من دبي ومن هذا من هناك يبوا هنا ما يبيعوا عندنا يسووا لهم الهند بس من يوم كنا من الهند يبوا من هذا العود من الهند ومن غيره بس الحين ترى موجود في بس دبي بس تكون قطعة كبيرة صح العود هي. لا يبو مكسر فيه قطع يعني مكسر بس هم يشتروا هذا الناعم يشتروا الناعم بعد نوعين يعني انواع في رقم واحد رقم اثنين على حسب انت ما تبي العود قبل كانوا الحريم يحطون وياه سكر شويه عسب يمسك صح حتى الحين سكر ناعم ما ياثر على يعني على ريحته لا 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 بس ما يكتر وايد شويه شوي بس ليش عشان يتماسك هي. عشان لأنه نفس هذا لانه السكر يمسك الاشياء يعني عشان يتماسك هي. ما شاء الله احنا بنجربهم بعد دهن الورد وهذا يعطيك العافيه خالتي محمد يعطيك العافيه ونحن دائما وياكم في برنامج جفاله ننتقل لفاصل صغير ومن بعد راجعين عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت قوة أشهق أنفاسي كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك وين تريد أروح وياك بس لا تجرح إحساسي قلت لك وين تريد بس لا تجرح إحساسي قلت لدغيل حي بيد يخاف من جرة الحبيل وانت طعناتك بصدري ضيمة بد ما ينحمل جايني بضحكة شماتة
بالكذب تسأل علي بعد ما طابن جروحي والألم لي هالسبية التلد غال حي بيد يخاف من جرت الحابل. الله الله الله. كل حد له ذكريات في الأغنية. إيه والله. فعلاً خالد ويم عليها كنا له ذكريات. صرحت أنا صرحت. أتذكر حتى في فيديو كليب كانت وحدة تمشي في المطار شيء كذي صح؟ ما أدري شيء. لا على البحر كانت. البحر. الأولى الشط عبرت الشط. عبرت الشط هي على البحر. هاي غزال ما يصير وحدة تروح المطار وهي مودعتنا. الله. شيء كذي كانت. لها ذكريات. إيه والله. كنت في المطار وشوفتهم كذي. أنا في صغري كاظم الساهر هو السيجنيتشر عندي. فوايد شفت أعماله فصار عندي خلط في الموضوع. فالمهم يعني كله كاظم الساهر المهم. إيه. وعلي العيساوي بعد. العيساوي. إيه. اسمع ليش رأيك؟ علي العيساوي من الفنانين اللي مظلومين صراحة. إيه. انظلموا كلش لأنه أغلب المواويل غنوا له عرب وما ذكروا اسمه ونسبة ولا غنى. أغاني منتشرة صحيح. إيه يعني صح. ذكرتك والسما مغيم. تغناها أكثر من فنان وما حد ذكر. والعديد من بلاد الشام يعني هي الحين معروفة أن من بلاد الشام يعني مش من سوريا لبنان. أو من لبنان ولكن الحقيقة هي علي العيساوي. إيه أغلب يا علي حبك بالرأس هم عنده يعني عنده هواية أغاني غنوا لها عرب وحرام ظلم وما ذكروا اسمه يعني نسمع له ذكرتك موال. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتار مدر الدمع من العين مدر السما المطار وينك ما إلك عنوان وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت أخباره البحر لا يبعدك عني يا روحي لسوي القلب عبار دليني وينك وانا اجيك دليني وينك وانا اجيك ودمع العين يتجار لك غفيت وطلعت الونات سوّن على القلب غار. هاي من مواويل اللي هو يعني اشتهر بيه زمان بس غنوا لي ايمن زبيب حسين الجسمي غنى له حاتم العراقي هم غنى المواد وما حد ذكر اسمه طبعا يعني لكن وليد العسل ذكر اسمه بس انا ذكرته اذا يسمعني بس انا نعطي نوصل الف تحيه فعلا مطرب لاحساسه فعلا نعم استاذ خالد اشرب قهوه لا اسمع شيء تفضل والحين اسالي يلا برو يلا تفضل استهام تاثير السوشيال ميديا على خالد كيف انا في السوشيال ميديا خدمتك يعني في امور كثيره لا ما شاء الله انا شفته ينزل سناب قبل شوي عنده متابعين على فكره من اكثر الاشياء اللي حبيتها تحت الهواء يوم قال سهام بيغني لك اغنيه كان صح اي مو لان هو اكو موضوع سويته فانا غير اي بس ما غنى لي صرت اغني بدون ما تطلب اغني لك ليش لا نعرفها مبسيام بنت رياها انزين تاثير السوشيال ميديا صارت خالص السوشيال ميديا اليوم نحن في والوضع اللي عايشين في السوشيال ميديا الواحد ما يقدر يكون او ياخذ قرار يكون ضد او مع في المحتوى اللي جالس يتقدم بشكل عام لانه مش كل شيء صالح ومش كل شيء طالح ومش كل شيء مفيد ومش كل شيء غير مفيد والسوشيال ميديا فيه عقول معروفه وغير معروفه وعقول مختلفه وناس مختلفه والكبير أعمار مختلفة. واعمار مختلفه فاليوم الواحد لازم يكون حريص حريص قبل لا يقدم أي شيء أي محتوى فني أو إعلامي أو حتى محتوى عام للناس إنه يكون هو في مجاله متخصص في الشيء اللي قاعد يقدمه ولد الشغل اللي يقدمها ولد المجال اللي يقدمه أنا حاولت يعني بيني وبينك أنا حاولت أكثر مرة إني أفتح الكاميرا وأتكلم 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 بس شفت نفسي إني ما في موضوع أنا هذا هو مو أنا بس أنا متى أستخدم السوشيال ميديا مثل اليوم لما تشرفت ويت عندكم هني أقدر أوثق اللحظة الحلوة هذه ولقائي فيكم يعني هني شيء عندي أتكلم عنه شيء تحت منصة إعلامية تفيد المجتمع وفي قناة مثلا معروفة والنعم فيها ومجابلكم أنتم فهذا شيء واحد يعني يحس أنه صح هني يقدر يتكلم ويقول وشيء مثري في أعمالي وتصويري مثلا أو حتى اجتماعاتي الفنية ولقاءاتي الفنية أتكلم فيها في فعالياتي وسواء حتى دعواتي الفنية
أتكلم يعني أوثق اللحظات اللي أنا أشوف نفسي فيها قادر أكون نفسي في المكان الصح نعم. نفس الوقت أفيد المتلقي بالشيء اللي أقدمه عن المادة اللي أقدمه نعم. نعم. نعم وليد لاحظنا مؤخرا أن أغلبية الفنانين العراقيين وخاصة جيل الشباب أن عندهم تحطيم بالأرقام القياسية على المشاهدات في اليوتيوب وخاصة على الأغاني الجديدة اللي 2017 وبعدها لين 2019 هل أنت من هذيل الشباب اللي عندهم مشاهدات وايد كبيرة وأرقام قياسية أيضا وهل تعني لك هذه المشاهدات أو لا؟ والله هو إذا يعني عندي مشاهدات هذا أكيد الناس اللي تحكم بي يعني هو صار الأغنية صارت إنه السوشيال ميديا صار أكثر من يعني من موقع صار أكثر من برنامج يعني مثلا تقدر تقيس يوتيوب يعني شوف أغنية واصلة على اليوتيوب مثلا يعني أنا عندي بلا اللي كنا نحكي عليها قبل شوي على اليوتيوب 11 مليون تقريبا أو أكثر بغير المواقع الثانية يعني أنغامي وغيرها من المواقع هم تقريبا 7 أو 8 مليون متحملة يعني نعم. فما أكو قياس محدد يعني بس الأغنية من تشوفينها من تشرب الشارع يعني الكل يسمعها يعرفونها يطلبونها منك بالحفلات فنانين كبار يهنوك عليها فنانين كبار يكلمون يقولوا لي وليد أنا أغنيتك تنطلب من عندنا بحفلاتنا فهذا النجاح بحد ذات نعم. الأرقام الكبيرة اللي نتكلم عنها توفيق رب العالمين يعني هو الرقم كان قياسي كبير يعني 300 مليون عندنا أغاني عراقية عندنا نور الزين وصلوا المليار صح ويعني المليار والخمسين مليون نقدر نقول اثنينهم هم واصلين بس هذيك يمكن منتشرة بصورة أكبر يعني نعم أستاذ خالد هل أنت مع اقتران العمل الناجح مع المشاهدات على اليوتيوب ولا لا ما يخصه مش كل شيء بس شوفي بالنسبة حق اليوتيوب اليوتيوب أعتقد في شوي يعني الحين صار عنده في ضوابط وفي لوائح تشتغل على اليوتيوب المشاهدات نوعا ما خلينا نقول فيها مصداقية مدة العرض بعد فيها مصداقية الانتشار لكن في بعض الأحيان ممكن أن يشترون أيضا المشاهدات أصبحت اليوم مدفوعة مقابل أشياء مادية يعني حتى على اليوتيوب في بعض الأحيان شوفي يعني. هي شوفي نحن شوفي نحن ثقافتنا عندنا ثقافة السوشيال ميديا ثقافة استهلاك يعني ثقافة إن أنا أشوفني شو سويت شو كليت شو لبست هذه فيها مشاهدات وايدة نعم لأن صحيح متخاطب كل الناس نعم لكن كمحتوى فني وكمحتوى ثقافي وفني فالناس اللي يشوفونه لأنها أصلا قاصدة تشوف يعني اليوم صحيح المطرب أو الشخص العادي قاصد يشوف الأغنية يبغى يشوفها نعم أو يبغى يشوف الفيلم يبغى يشوفه نعم مسلسل يبغى يشوفه هذه تعتمد فيها مقياس أما مسألة اللايكات ومسألة الفولورز هذه مثل ما قلتي فيها وهمي في وهميين وهمي. في ناس يعني موجوده وفينا نعم استاذ خالد تكلمنا عن الدراما هل هي خدمت المجتمع الاماراتي بانها يعني وثقت الموروث الاماراتي ووثقت ذكريات مثل مسلسل ماجد بن ظاهر نعم. هذا تكلم عن شخصيه اماراتيه موجوده هل خدمت الدراما الاماراتيه نعم شوفي الدراما الاماراتيه او حتى العمليه الانتاجيه بشكل عام لها دور كبير طبعا في توثيق في تعريف في إحياء الموروث وتراثنا نعم. عندك أعمال تقدمت وايدة قبل المايدي بن ظاهر في مسلسل دروب المطاية نعم. للتأليف والإنتاج الأستاذ سلطان نيادي نعم مثل ما قلتي وبعد في مسلسل المايدي بن ظاهر نفس الشيء خلاص استاذ وشحفان قبله بس شحفان بعده ما يعني كان قديم نعم. ومؤخرا كان في فيلم خرفه كان 1507 المأخوذ من كتاب صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي والحين صندوق بريد صندوق بريد تحول حقبه زمنيه حديثه اللي هي نعم. الثمانينات هي لعبه دور كبير ولازم كل الجهود الانتاجيه والفنيه والمخرجين والمنتجين والكتاب ان احنا لازم نتكاتف ونتجاهد في احياء الموروث أكيد. في احياء تاريخنا لان موروثنا وتاريخنا أكيد. هو هذا قوتنا أكيد. وهذا تاريخنا وعراقتنا وشاهد على تاريخ المنطقه وشاهد على انجازات المنطقه بشخصها وباهلها بذيك الفتره أكيد. واليوم نحن اذا نحن اليوم في تقدم او حتى في ازدهار وفي تطور نتيجة في كل مجال نتيجه الشيء اللي تركوه لنا واللي ورثناه من عندهم ونحن ياسين كمل عليه ان شاء الله اكيد واحنا باسات بهالموروث وهالكلام اللي تكلمت فيه بخليك تنتقلون مع زميلتنا عواطف بركن التراث حياكم الله يلا تفضلوا تفضلوا استاذ خليل استاذ خالد استاذ وليد استاذ روح عندهم اي تقهوه
ويعني هالقهوة بعد هذه غير. أستاذ خالد وأستاذ وليد يوم تجمعون الاسم تعرفون شو يصير؟ خليل. جمعنا الاسم بروحي. تفضل. لا دال ما موجود. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام عليكم. يا هلا والله فيك. ما تبي أنتش لازم أخذ عالي. أنا دخلت. تفضل تفضل. عادي. تفضل. أنا. اسمحون الله. إيش حالك هلا؟ يسعد مساكم لأول مرة. منورينا قسم التراث. زين يومين عندك شوي مسكين ما كلمناك ولا. ياسا إحنا يومية شيء جلستنا هني في قسم التراث. الله يعطيكم العافية. بنقهويكم بعد. بعد زين يعطيكم العافيه. قبل شوي كانوا يمكن البنات يتكلمون عن الموروث عن الافلام القديمه. يمكن يعني كفنان وكممثل لكم دور ان انتم تحافظون على التراث. شو تحس دورك؟ يعني شو الشيء اللي تقدر انت تسويه عشان تحافظ على هذا الموروث الشعبي على تراث دوله الامارات؟ كفنان في اعمالي اكيد. شوفي كفنان في اعمالي طبعا لازم شفت عمري الحين قلت منو هذا اللي هناك موجود. كفنان أنا لازم أول شيء أكون حريص وايد أني أركز على اللبس، أركز على الشكل المظهر العام للفنان الممثل، خاصة إذا كان العمل يتناول الخمسينات والستينات أو حتى شوي صحيح. أقدم مرات حتى اللهجة أو الكلمات اللي نختارها بوصلت بالكلام. يعني حتى مرات نحن محتاجين حد يشرف على لهجتنا على منطوقنا. صحيح. يعني قبل كانوا يرمسون غير، رمستهم غير، منطوقهم غير. فحتى نحن مؤخرا لما قدمنا مسلسل مايدي بن ظاهر وتقريبا قبل يمكن 100 سنه واكثر حتى صحيح. فكانوا عندنا المشرفين جزاهم الله خير ويعطيهم العافيه ما قصروا، الاستاذ سلطان العميمي والاستاذ سلطان نيادي والاستاذ مهير الكتبي وكلهم هذول كانوا معانا ويشرفون على لهجتنا على لبسنا على شكلنا الخارجي على حتى مرات المفردات ما نجيب مفردات حديثه. فمسألة هي مسألة مو بس تعال ومثل أو تعال وقدم، لا لازم تكون أنت حريص لأنك أنت جالس تعطي صورة وتعكس انطباع وتعكس البيئة وثقافة الناس اللي قبلنا أجدادنا كيف كانوا عايشين للمستقبل والحاضر. وحلو أن نحن يعني تتفكر بهذه التفاصيل. أستاذ وليد بما أننا نحن بقسم التراث نبي شيء قديم قديم تغني لنا عراقي، شيء من خدري الشاي وأقدم. إماراتي اليوم ما غني أنا إماراتي. إذا حافظ شيء قديم إماراتي نستانس أكيد نسمع. نسمع الأستاذ ميحد يلا. شفت برق اللاح أمس الصوب وشاح نوره الوضاح ومسوي شعيل شدني جدوى براق نسينا لي ولا أنسى خلي مستحيل هو حبيب الروح هو دوى المجروح كم عليها نوح من وقت طويل يعلي داره يود براق ورعود بويدايل سود والمضمر نحيل شفت برق اللاح. عليك. الله يسلمك. غنيت باللهجة الإماراتية؟ لا والله بس إن شاء الله يعني بانا هيك فكرة إن شاء الله. إن شاء الله. نعتز باللهجة الجميلة اللي الحلوة. تسلم. الله يسلمك. غنيت لنا إماراتي نبي تغني لنا عراقي لأن أكثر من طلب قاعدين لنا. هي ما شاء الله. أنا أعرف الطلب. يبون أغاني قديمة. هي هالجهة في طلبات داخل في طلبات. شو تحب تسمعون؟ ما في شيء معين يعني؟ لا ما في شيء قديم يعني عراقي قديم. ما شاء الله الأغاني العراقية قديم والجديد حلو بصراحة. الله يسلمك. يلا نسمع أستاذ ناظم غزال الله يرحمه. طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران فاتما سلم علي يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلو أرويني عطشان مي يسقيني قلت لها يا حلوة رويني لك عطشان مي يسقيني وقالت لي روحي يا مسكين قالت لي روحي يا مسكين طولي لك نبعة ريحان طالعة من بيت أبوها ورايحة البيت الجيران. ما
شاء الله عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. بتسمع الإطراء داخل بعد. ما شاء الله عليهم الكل معجب. استاذ خالد، بالنسبة للأغاني القديمة أو الجديدة، شو الأغاني اللي تحب تدندنها؟ يعني ما راح نقول لك غني. أنت تختار الأغنية وهو يغني. أخاف أختار أغنية صعبة عليه. لا. هو سؤال أصعب عليه من عندك على فكرة. والله في وايد أغاني القديمة. كنت دائما أسمع حق ميحة حمد. أجدم أجدم. أجدم أجدم. علي بن روغة. ما أسمعه. لأني فوقتها كنت شوي أصغر. هي يعني. وكلماتها يعني ما شاء الله عليه يعني نبطية ف. فوقتها ما كنا نستوعب ال ال ويمكن لين الحين نسمع أغاني ونسأل إن حد يترجم لنا أو حد خاصة على ذاك التسجيل والفترة الآلات اللي كانت قبل، فكان تقريبا ما كانت شوي تطغي على الصوت أو شوي تزيد على صح اللحن، كان صوته يمكن شوي أعلى حتى من ال. فميحة حمد عندك خالد محمد. خالد محمد كنت وايد أسمع له في أغنية عذبيني يبدوية غربليني أسمع عزايف قطعتها مواويل. يعني مثل نحن أيامنا ما كانت المطربين موجودين، يعني كان محمد المازم. كم فنان محمد المازم، ميحة حمد، خالد محمد كنت أسمع له وايد يعني. في يعني بعد لو الخليج محمد عبدو، عبد الكريم. إيه نعم في، بس أنت قلتي على المطربين الإماراتيين هني. وحلوة الأغاني القديمة والجديدة، وحلو إن في فنانين نفس حسين الجسمي لليوم. هي. يعني محافظ على الأغاني القديمة. نفس الأستاذ وليد بعد نفس الشيء، بعد حافظ أغاني عراقية قديمة. أستاذ الفنان حسين الجسمي ما شاء الله عليه متنوع، يغني المصري والعراقي والخليجي والعربي والمغربي والجزائري واللبناني، ما شاء الله عليه يعني. هو الرقم الصعب. لا يمتاز باللهجة. صحيح. يعني يجيب اللهجة صح، يعني يا يغنيها أو ما يغنيها، مو بس يغنيها. سمعت الأغنية تونسية ما شاء الله عليه. يعني هي تونسية مصرية وفي قبول للهجتها، يعني إنه حتى لو ما يتقنها 100% مثلا اللهجة المصرية، بس تحب تسمعها. شوفي عزيزتي، هذا الموضوع نتكلم عليه، يعني أنا أكو عندنا فنانين عرب هواية غنوا عراقي. يعني طبعا قعدوا أيام على ما يعني جادوا اللهجه، لانه اللهجه اللكنه مو اللهجه، احنا العرب كلها تقريبا نفس اللكنه. لازم يبين يعني اللي تشوفيه مو عراقي ويغني عراقي مبين تعرفيه من اللهجه. يمكن انتم بعد لان انت تعرف اللهجه عدل فتحس انه يمكن مثلا يمكن اللبناني يغني مصري، اردني يغني سوري، البحريني يغني مثلا اماراتي، بس من تغني عراقي يبين. يعني في فرق موجود يبين بالشجن وبالبحر. يعطيكم العافيه، ونحن استمتعنا وايد وياكم قسم التراث، وبعد بنضيفكم من فوالتنا وبنقهويكم. ويعطيكم العافيه بنات، الله يعطيك العافيه، نرجع عندكم. الله يعطيك العافيه، والله يعطيك العافيه خالاتي بعد ما قصروا اليوم معانا ضيوفنا مثل خالد النعيمي ومبرمان ومخميس، بعد يعطيهم العافية. يعطيهم ألف عافية. شكرا لضيوفنا خالد النعيمي ممثل والمطرب وليد العسل، شكرا على تواجدكم اليوم معنا ونستونا. نورتونا أستاذ خالد ووليد. مشكورين ما قصرتوا على الفوالة وعلى الضيافة الحلوة وعلى أسلوبكم الجميل الراقي، ومشكورين كل الحاضرين وعلى ضيافتكم، ما شاء الله عليكم بيض وجه. نورتونا. الله يسلمكم. نورتونا. ما شاء الله يعطيكم العافيه ورمضان كريم عليكم. وشكرا خالاتنا اليوم موجودين، المقدمات، الكادر، المخرج، كل موجودين، ويا رب يعطيكم العافيه. الله يعافيك. وانا تشرفت فيكم والله يا رب يعافيكم. مشاهدينا وصلنا للختام، اتمنى ان شاء الله حلقتنا اليوم نالت اعجابكم. مشاهدينا تريونا باكر في نفس الموعد، وان شاء الله فوالتنا بتكون اكيد غير على تلفزيون فجيره. في امان الله، مع السلامه.